معارضة للموازنة، رفض لتمويل المحكمة الدولية، دعوة إلى ضبط الحدود مع سوريا، واتهام للقوات والكتائب بالتحريض على خلفية منع مد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصوري والجوار. هذه أبرز المواقف التي خرج بها رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، حيث انتقد عرقلة مشروع استيراد السيارات العاملة على الغاز لتوفير 60% من مصاريف الطاقة، وهو المشروع الذي رفضته من سماها بالمعارضة التخريبية. نحن مش معه، لا مع زيادة البنزين ولا مع زيادة التبقى. ممنوع الضرائب على الاستهلاك. العمال عم بيقولوا بدهم يتظاهروا، إن شاء الله يتظاهروا بكرة، خلي يفرجونا قوتهم. لازم يتظاهروا إنه العمال، يعني معناتها بعد في عنا وظائف. الآن بعد شوي رح يتظاهروا الناس مشان الشماسة، كملوا هيك مشان البطالة. أما السؤال عن الخروقات الحاصلة على الحدود مع سوريا فرد عليه عون رافضا الأخذ بالشائعات. نحن مش مجبورين ناخد أي شائعة بتطلع عن واحد راعي قال إنه ميرا إجوا السوريين وهربوا. بتعرف قصة الراعي والديب بقى، نحن في عنا وزارة الدفاع وفي عنا قوى أمن مخصصة بالحدود، بعدين كمان الحكومة اللبنانية عليها واجبات لازم تكون موجودة هي على حدودها كمان تمنع التهريب من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان. وفي موضوع مد شرائط الكهرباء في المنصوري جدد عون التأكيد أن الأمر لن يكون مضرا للأهالي، منتقدا السفاهة والتفاهة الحاصلة في هذا الإطار. هلأ الناس ما بدهم يقبلوا أنه ما في ضرر لأسباب تانية يصفلوا، هذه مش مشكلتنا، خاصة لا نحن خططنا، لا نحن لزمنا، ولا نحن مسؤولين عن مد الشريط. المسؤول عن مد الشريط مو مجلس الماء والأعمار، بس في الثانية المتاجرات. يعني بتعرفوا انه الحكومة هذه كان فيها 30 وزير، فيها 3 للكتائب وللقوات، صوت مجلس الوزراء يومتها ب 120 ايد واجر، منهم 2 قوات و1 كتائب. منلاقي القوات والكتائب عم بحرضوا الناس، هذا التحريض رخيص. ليش؟ عون تمسك برفضه تمويل المحكمة الدولية واصفا احتمال فرض العقوبات الاقتصادية عليه بالاجتياح العسكري في ظل غياب أي اتفاق قانوني يلزم الحكومة.